ويستحيل مع هذا الله تأمين حقوق الجماعة والمستقيم. وفي حالة الظهور في هذه الظروف تبقى الصلاح للجنة والسلطة الأدلية بسهولة تقديم حجم الأضرار التي يمكن أن تصيب الطرفين والإجراءات الكفيلة لتسويتها في إطار الإمكانات المتوفرة لدى الجميع. مادة 39 مقتضيات خاصة في حالة الطوارئ. في حالة سن الإحكام الخاصة في حالة الطوارئ تضرر فيها المستحيل وتوقف الضرار عن استغلال الحق الطار للجماعة، فإنه يمكن الجماعة عبر كل حق للترخيص توقع من قبل الطرفين اتخاذ إجراء كافي للتخفيف من الآثار السلبية على المستحيل، وذلك من خلال خصم مبالغ الاستغلال المؤدات المباشرة إلى أرباح الطرف المستغيل حسب الفترة التي تم فيها الإغلاق أو التوقف للضررين للمنفعة الجماعي إذا كان الوضع المالي للجماعة يسمح بذلك. في حالة ما إذا تعذر ذلك يتم تمديد مدة استغلال الموافق الجماعي لمدة إضافية لا تتجاوز مدة الإسكات الاستغلال بنفس السمة مع خصم مبالغ المؤدات أو الواجب أداؤها خلال مدة الإضافية الاستغلال بحسب مدة الإغلاق أو التوقف للضرارين إلى مكان. مادة 40 في وفاة صاحب المزايدة العمومية أو إفلاسه والتصفية القضائية. في حالة وفاة المستغل يسحب الترشيص القانوني دون أي تعويض، غير أنه في حالة أنه التزم واستعد الولد لمتابعة حق الاستغلال وطبق الشروط المضمنة في هذا الدفتر، فتبقى الصلاحية لجماعة الموافقة على ذلك ودون أن تكون لهؤلاء حقوق مكتسبة أو المطالبة بأي تعويض. أما في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية يسحب الترخيص بحكم القانون ولا يترتب عليه اي حق او مطالبه بالتعويض لفائده المستغيث، وتتولى جماعه السير السوق الاسبوعي لمرافقه اذا ان يتم اعاده عرضه للاستغلال طبقا للاحكام الوارده في هذا الدور. الماده 41 فصل اختلاف. في حاله وقوع نزاع بين جماعه صاحب المزايده في عموميه حول احد البنود او كيفما كانت الاسباب الداعيه لذلك، فان النزاع يسوى حديا بواسطة اللجنة الإدارية والاستناد للقانون 4719 المشار إليه الآن، وإذا تعذر ذلك بواسطة المحكمة المختصة التي توجد جماعة إحدى المفردين. المادة 42 الضرائب والأداءات. إن جميع الضرائب والأداءات كيفما كانت طبيعتها وغايتها الموجودة الآن والتي ستحدث تكون على عاتق صاحب المزايدة العمومية. المادة 43 يبقى هذا الدفتر ساري المفعول ودائم الصلاحية إلا إذا دعت الضرورة إلى تعديله أو تعويضه، فإنه سيعرض على المجلس للتداوم بشيء. مادة 44 هذا الدفتر يتحمل التحملات ويلغي ويعول على نشر التحملات السابق حرر في بداية التاريخ بحسب جي جمع البداية ولجهة مراكش التسفيق عامل على مراكش. بعد دراسة هذه النقطة عن جميع الجوانب اتفق السادة أعضاء الإجماع على ضرورة إصدار مقرر من المجلس الجماعي يتم بموجب المصادقة على تأكيد ونشر التحملات الخاصة بالسوق الأسبوعي 2 يناير. وشكرا سيادة الوزراء. السيد الرئيس، بالنسبة للتدخل ديالي غادي يكون في واحد النقطة. دابا بالنسبة للشروط والبنود اللي كاين في هاد النشاط التحملات، خص الإنسان اللي غترص عليه يعني المزايدة ديال السوق الأسبوعي، كاين شروط أنه ما يتمش الاستغلال خارج السوق الأسبوعي، يعني في واحد المناطق معينة. للأسف أنه يوم السوق الأسبوعي يوم الإثنين كنلاحظوا بأن واحد المجموعة ديال الناس كيرتديو الجيليات وكيبداو كيتخلصوا مع الناس خارج السوق، يعني ما كتكونش طيله الاسبوع، يعني كتكون خارج الاسبوع، ما فهمتش واش هاد الناس تابعين لهاد السيد اللي تيكون في السوق او انهم تابعين يعني لشخص اخر او مقاوله اخرى اللي مكلفه بالباركينغ. يعني بغينا نعرفوا غير الوضعيه ديال الباركينغ، واش يعني عمومي ما كاينش فيه الاداء، ولا كان الاداء بالنسبه لهاد الناس اللي نهار اثنين كيبداو يستخلصوا عند الناس يعني في الباركينغ، واش هاد الناس يعني واش هي غفوضه. وبالنسبه لهاد المساله ديال اللباس الموحد انه يكون تميز الاعوان ديال هاد السيد اللي غترص عليه الصفقه ديال السوق،
ضروري منها باش على الاقل نميزوا حنا ك والمواطنين يميزوا بين الناس اللي كيستغلوا بشكل قانوني وبين الناس اللي كيطراماو واللي كيوليو كيبتزوا المواطنين بكل صراحه. شي حاجه اللي كتكون فيها شويه ديال كتشيب الصوره، لانه يوم السوق الاسبوعي كنعرفوا كيجي واحد مجموعه ديال الناس من المدن ومن المناطق المجاوره، وغير داكشي يكون الى حد ما منظم، وعلى الاقل ما يكونش واحد النوع ديال الاستغلال، اما داكشي يرجع يعني للمداخل ديال الجماعه، يا اما انه بالمجان بالنسبه للناس. نعرفوا هذه النقطه هذه، وضروري هذه النقطه ديال الزام هذا السيد هذا باش يدير لباس موحد الاعوان ديالو باش يكون باش تكون الرؤيه واضحه للناس. وشكرا السيد الرئيس. بسيطة بالنسبة لهذيك النقطة ديال النظافة ديال السوق الأسبوعي والخارج ديالو، هما بكل صراحة يعني الأعوان ديال الجماعة مشكورين كيجيو كيقوموا بالتنظيف يعني من بعد ما كيدوز السوق الأسبوعي، غير هو مسألة التوقيت، يعني بعض الأحيان كيجيو حتى الخميس ولا الجمعة، يعني تتبقى طيلة هذيك المدة داك المياكي ودوك الزبالة اللي المخلفات ديال السوق الأسبوعي كيخرجوا تما حدا السبيطار كيخرجوا تما الأحياء، غير مسألة تنظيمية أنه السوق الأسبوعي كنعرفوه كيكون يوم الإثنين نهار الثلاث مع الصباح انهم يقوموا بهذيك العمليه غتكون غتبين على الاقل غادي تنظف الشوارع تما اللي بجوار الاسبوعي وغتخلي حتى المركز الصحي الامام ديالو يبقى بواحد النظافه. ومشكور السيد الرئيس. شكرا السيد هنا وفرح يعني اعطينا عندنا نموذج جديد وعام
إهمالات كنا شبه الناس ممكن يعني نمشي لها رأسا يعني رأسا كيما ربما شي واحد أو عادي التأثيرات ونفس النموذج يعني نفس النوع تيبقاو غير التغييرات الجوهرية اللي إهمالات كنا شبه الناس بالنسبة لمرافق أخرى يعني وزنا دابا ديال السوق الأسبوعي كاين بيناتهم تغيير واحد كان يشار في كل نشطة حمولات إلى عملية الكراء اليوم عند تم الإشارة إلى الاحتلال المؤقت ماشي بجانب القانون اللي بالنسبة للمرافق بثلاثة كان تم الافتتاحي لوحدة من طرف لجنة الخبرة الإدارية السوق الأسبوعي بوزنة 30,000 درهم بخصوص محطة الوقوف 7,000 درهم بالنسبة للسوق اليومي 15,000 درهم كاين تغيير كانت مدة الاستغلال محددة في 3 سنوات مع زيادة 3% على السنة الثانية والسنة الثالثة التغيير الرابع هو إقرار الغرامات المتعلقة بإخلال المستغل إما لوجه النظافة أو عدم التزام التسعيرة المحددة في القرار الجبائي بالنسبة للسوق الأسبوعي الغرامة المتعلقة بالنظافة 5,000 درهم الغرامة المتعلقة بإخلال التسعيرة 2,000 درهم بالنسبة لمحطة الوقوف الغرامة المتعلقة بالنظافة 2,000 درهم الغرامة المتعلقة بإخلال التسعيرة 2,000 درهم بالنسبة للسوق اليومي الغرامة المتعلقة بالنظافة 2,000 درهم الغرامة المتعلقة بإخلال التسعيرة 2,000 درهم هذه التغييرات بشكل مختصر ومختصر اللي يهمات كلش الأحمر كله احنا دابا اثنين نموذج ولكن يعني كنا نشرح حلقات أخرى تيعدل اختلاف كبير في هذه الامور الرابعه شكرا اذا كان كلام كبير علاش نشتغل كاين يعني بخصوص يعني تنقول التغييرات الجوهريه كاين عمليه استغلال السوق الاسبوعي محطه الوقوف وكاين السوق اليومي يعني كان نشتغل حمولات السابقه كانت تتم الاشاره الى عمليه الكلاء اليوم استبدلت قانونا بالاحتلال المؤقت هذه مسألة الأولى بالنسبة للثمن الافتتاحي المحدد من طرف لجنة الخبرة الإدارية السوق الأسبوعي 32,000 درهم محطة الوقوف 7,000 درهم السوق اليومي 15,000 درهم يعني الثمن الافتتاحي هذا افتراض عروض افتراض عروض يعني هذا هو الثمن الافتتاحي يقدر يكون هذا الثمن اكثر منه قل من كل الماده الثالثه مده الاستغلال كنا ذلك الذي اشتح المده السابقه كانت سنويه تتم هذه العمليه فمحدده في 3 سنوات مع اضافه 3% من السومه الاولى على السنه الثانيه والسنه الثالثه كاين الأمر الرابع هو إقرار بعض الغرامات المتعلقة بإخلال المستغل إما لواجب النظافة أو عدم التزام التسعيرة المحددة في القرار الجبائي، يعني كما قال الأشخاص السيد الرئيس. يعني هذا أول مرة وكان عندنا إشكال يعني فيما سبق، يعني فاليوم المشرع يعني جاء حق القوانين يعني باش يوضح التجاوزات مع المستغلين. فبالنسبة للسوق الأسبوعي الغرامة المتعلقة بالنظافة 5,000 درهم وبالنسبة لمحطة الوقوف 2,000 درهم وبالنسبة للسوق اليومي 2,000 درهم بالنسبة للغرامة المتعلقة بإخلال التسعيرة يعني ما احترمش التسعيرة اللي مع المرتفقين السوق 2,000 درهم بالنسبة للسوق الأسبوعي 2,000 درهم بالنسبة لمحطة الوقوف 2,000 درهم بالنسبة للسوق اليومي هذه التغييرات في همات كان نشتاح مولاد ولي مجلس قومه وضع مني شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس
أنا غير بالنسبة للتساؤل اللي عندي بالنسبة لهذا الثمن الافتتاحي اللي تم الإقرار دياله، فقلنا شو التحملات اللي بخصوص السوق الأسبوعي 32,000 درهم، محطة ديال الوقوف 7,000 درهم، السوق اليومي 15,000 درهم. يبيت نعرف أنا الطريقة باش تم سميتو، واش يعني كانت عندنا احنا واحد اللجنة أو خبرة معينة باش حطينا هاد الأرقام هادو، أو أنه يعني تم الوضع ديالهم من طرف المشرع على أساس أنهم هما اللي خدوا هاد النقط هادو. والأكثر من هذا بغيت ناخذوا فكرة على الأقل على الثمن الافتتاحي ديال فيما سبق، باش تكون واحد النوع من المقارنة مع الثمن الحالي، وشنا هو يعني على الأقل يكون واحد المبرر، إلا كانت زيادة نعرفوا شنا هو المبررات ديالها، ولا كان نقصد نعرفوا حتى شنو هي الأسباب ديالها. هذا هو السؤال ديال السيد الرئيس. خصوص يعني المقارنة بالنسبة لـ ديال السيارات والشاحنات، كنشوفوا واحد داك السيد اللي مكتري من الجماعه يعني تيدير لك مالين الخضراء ومالين الحوايج وداك الشيء من غير نهار السوق، تيكري لهم الارضيه، واش عنده الحق؟ هذاك تعتبر ديال السيارات والشاحنات، يعني شكون اللي غادي يتدخل السيد الرئيس في هذا؟ دابا اشكال السيد الرئيس اللي كان سميتو بالنسبه لهذا البارك هذا، واش طيله الاسبوع ولا غير يوم يوم السوق؟ طيله الاسبوع. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. انا كندخل ديالي في السوق اليومي، السوق اليومي ما فيش لباس، ما فيش لا هو تركا كنا بثلاثة سيد الرئيس داخل المغرب. لا لا سوق يومي، سوق يومي، سوق يومي، شو اسبوعي؟ راه سوق يومي لا شنو حنا كنبداو كنبداو السوق الاسبوعي باركين دوكا سميتو، وداروا معاهم الرئيس سميتو الجناد ومعاهم بثلاثة، قال لك هاد التحليلات كيف بثلاثة. هذا بغيتو يومين في السيارة، هذا بغيتو يومين في السيارة، لا حنا دروك السيد الرئيس الجناد، دار السيارة قال لك بثلاثة، قال لك السوق الاسبوعي
الميتو انا تبعو هنا غير سمعنا نعم ومديك ساعة ولا سيدر أيش بلي ناقشوا بخط صدمي المشي لا تخلوا الناس غيوم من توبة ذلك تهديد ديال تاع أكيد قلتيها ولا ما قلتيهاش؟ لا واش قلتيها ولا ما قلتيهاش؟ خاصنا نعرف واش خاصنا نعرف واش نقولوا الله يهديك الله يرحمك ما تتحنى شعبان مع رمضان وأنت قلتي لنا هذا هو الموت والبيع أنا اللي شفتك أنا اللي شفتك أنا هو قال هو الله يهديك هو أنت ما تتطور الناس منه هو اللي قالها رئيس هو اللي قالها أنا مش جايبين عندي أنا ما كنت من بلاك الله يهديك يا خايس كيما أنا شفت لك الحمار دي يعني غير الفرق بين كل ناس ديال السوق الاسبوعي محفظ الاستثمار على السوق اليومي ولكن ما تخافش من اعمال الدروع ها؟ 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 ها؟
الله هذا ربما بالنسبة للجماعة قلت لكم لنا احنا معها لك كبيرة ما غادي نعطيه الفلوس قدرة بتي قلنا المنافع بس بصوا عليه شباب تلك هذا الشيطار تجي شي واحد تجي 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 مرافق السحير ما كاين حتى مرافق سحير من الناس ماشي كنا عبروا بعضنا راه شي نعم كاين اللي غادي يكون تهيب لهذا السوق راه دابا ماشي دابا ماشي تهيب امتى غادي يتاهل هذا السوق اسيدي راه انت كاري دابا كاري ايوا سيدي راه دابا 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 حنا المرافق هو تنستغلوه يعني ما كاينش مرافق سحير الثاني كيتغادر راه كنت سنين سيد الرئيس حنا دابا حنا في السنه الثالثه سيد الرئيس باش نكريم وما فيش مرافق صحي وراه تديروا برمجه حنا نقدروا ما درناش برمجه لهذاك الصدق اليوم باش نديروا المرافق الصحيه نأهلوه ما كايناش الصدر امتى درناها ما عقل امر واش انا ما كاينش في الجامعه لا كاين وكاين انا اذا ما عمرها دازت من قدام هاد هاد وما بقيتيش دابا واحد ما يمكنش تصبر حسيو شو ترد انا الفالته وكلشي ترد لي ترى كلشي رد لي غير اللي جيت بخير تذكرني اعطيني هاد الاعتماد المالي شوف اسي دري اعطيني هاد اسمح لي اعطيني الاعتماد المالي اش من سنه اعتمد به يد ايد ديال السوق اليوم دابا هاد الدنيا درنا اعتماد مالي باش ناهلوه فيما مضى نعم سي دري ها انت سي دابا حنا معروف الناس انا جاي واحد دابا حنا بغيتي هاد السيد ما بقاش كيحل المسؤوليه اسي جابر بحال الدار جاتي شوف عجبات ما يكون لا معدوم شي كيف حال هو قايل فكري السيد الرئيس انا غادي نقول نتاهلو المرافق ديالها هادي تندوزو السيد الرئيس هذا غادي نديرو باش نحمو عليه ماشي بس في المرشح الحماليتي لا هادي بالنسبه لكم دوك انا ما كنخلصش هي ما كانش مرافق الصحيه وما كانش هنا كاش لا ما هي ديال البنت لا ما نخلصش عليها توجد ليك التواليت ووجد ليك الموطو شكون بغا يضمن لنا هادشي سيد الرئيس؟ شكون بغا يضمن لنا هادشي هذا من دخل السلعه حنا تيعطينا هو هاد المرافق هادي؟ اش العلاقه راه انت؟ حنا من نهضروا معاه نقول له المرفق كذا كذا ما كاينش شكون بيحمينا حنا؟ حنا كمواطنين عاديين ماشي كاع مستشارين جايبين السلعه ديالنا جايين داخلين السوق كأي الأسواق ما كاينش المرافق الصحية. راه بالنسبة للناس غادي تهديها وشي حاجة واحد المصور ماشي تصور عطينا الوعد راه 3 سنين هذا سيدي راه حنا شفنا في الجامعة سيدي راه تبقى المرافق الناس تبقى تمشي على برا. لهيك في اللاحة راه ما غادي نخلصوش الباب إلا ما تبدلت المرافق الصحية. غادي نمشيو حنا في الباب على حنا. بالنسبة للسلطة الآن كما نقولوا في المجلس الجامعي كدراسة ما
باش يحلوا لك السوق سوقنا من الاستثمار السوق ديالك ان شاء الله السنه الماضيه اذا غادي ان شاء الله عاودين نجربوا هذا غادي نعاودوا التقييم وعاودوا يكون سطح مول اللي يكون ملاحظ الشطار عشوائي مادام حنا مازال السوق هذا الشركه اللي زادت الاقتراح ديالها في هذه الطاقات لانه غادي يكون الافتتاح ديال السوق هذا ما بقاش ابدا ولكن غادي نشوفوا مثلا في الجماعي اكثر على السوق مثلا الان 1% اللي من اولى 700 على 1% وصلت مثلا السنه الماضيه او هذا العام نديو حنا نفس السوق اللي بدا ديالنا ونقول الجافا نعاودوا نقولوا خاصه تفتح مول السي رايك. شكرا كفلاح راه من غدا ما غاديش ندخل نهائيا ما غاديش انا وجدت لا انا كنبني لك كذاب انا جيت هنا قدام اعضاء غدا ان شاء الله اذا ما كنتش ما لاحظت الحل غادي نمشي عندك ولكن القانون ماشي تخليني انا في الشك تخليني انا في الشك حب ما تخليش تحط له هو اللي يخليني نجيب لك ديالو هذا هو انا في الشك سيد الرئيس لا ما تدخلش اذا ما وفرتوا لنا بين ذلك الكريم ولكن السيد الرئيس غير بالنسبه للنقاش اللي داير حاليا راه هو في حقيقه الامر راه نقاش ايجابي ونقاش صحي وحنا بالنسبه للسوق اليومي ديال 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 بيع المنتوجات الفلاحيه هذا مكسب عندنا على مستوى جماعه الودايه ما فيها باس انا تنقول بانه ما فيها باس انه نديروا واحد الخليه اللي تكون خليه للتفكير يكونوا فيها اعضاء اللجنه اللي كتهتم بهذا المرفق هذا واحد الناحيه لجنه جماعيه ويكون فيها واحد مجموعه ديال الفلاحين ديال المنطقه والناس اللي كيديروا التجاره وكيتاجروا يعني في المنتجات الفلاحيه وراه معروفين باش ناخذوا منهم افكار ما كيكفيش بعض الخطرات غير ديك الدراسه اللي كدار يعني الدراسه ديال الجدوى او الدراسه لهذاك البروجي بشكل بل بالعكس الا شركنا الناس الفاعلين والفلاحه يعني في التدبير ديال ذاك المرفق وشركناهم يعني خدينا الاراء ديالهم باش نحاولوا ما امكن انه نجودوا من الخدمات ديال هذاك المرفق كون على يقين بانه غادي يرفع لنا من المداخل ديال الجماعه وكون على يقين بانه غادي يشكل واحد المنطقه ديال الجد بحكم انه هذاك السوق راه كيتوافدوا عليه يعني الفلاحه والتجار من سواء من مدينه مراكش سواء بالنسبه للفلاحه اللي في الجماعات المجاوره لا في سيد الزوين ولا في اكافاي ولا في فروكه ولا في مجموعه ديال المناطق كنظن بانه حال الوقت باش نعطيه واحد النوع من الاهتمام ونحاولوا ما امكن انه نجلسوا جلسه ديال يعني جلسه ديال الاخوه وجلسه ديال النقاش اللي يكون بناء ويكون صريح ونحطوا اشنا هي المتطلبات ديال الفلاحه اللي خاصه داك السوق ونعملوا على التنفيذ ديالها لانه هذاك السوق يعني احنا بحكم الهويه ديال المنطقه انها منطقه فلاحيه نحاولوا ما امكن على الاقل نحافظوا غير على هذا المكتسب انه التجاره كتتم على مستوى المنطقه مدى الفلاحه الى حد ما بدات كتبعد على المنطقه على الاقل ما نفقدوش حتى هذه المساله هذه لان واحد اللي بيجيب المنتوجات الفلاحيه ديالهم من مجات او من منطقه بعيده تيقول شنو هو الغايه ولا شنو هو المكتسب الا ديت انا الفلاحه ديالي تما ولا ديت البضائع ديالي ولا المنتجات ديالي بغيت نبيعهم في الودايا يعني على الاقل خص يكون واحد المجموعه ديال المرافق ونتمنى من الله انا على يقين السيد الرئيس بانك انت مهتم بهذه المساله هذه وغادي تعطيها العنايه الكافيه وشكرا. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.